السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبة الصف الثالث الثانوي. معكم ميسي محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسي محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت برضه أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها ثالثة ثانوي فرنساوي نظام جديد، خش عليها وشوف أي فيديو فاتك من أول السنة حتى الآن. النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل المواقف والقواعد على الدرس الثالث الوحدة الرابعة، وده آخر درس بالنسبة لنا يا شباب، والحمد لله خلصنا المنهج. وإن شاء الله النهاردة هنحل المواقف والقواعد على الدرس الثالث. ولو أنت بتعجبك فيديوهات ما تنساش تحط لايك لكل فيديو وتشير لكل أصحابك عشان الكل يستفيد، فتدل على الخير كفاعله، ولا تنسونا من صلاح دعائكم. ويلا بينا نخش على طول على حل التمارين، وقبل ما نخش هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول موقف يا شباب بيقول: أن كوبا فو دوموند، صديق يسألك بوركوا، لماذا؟ فو أنتوندي با بيان، فو ني أنتوندي با بيان، يعني لماذا أنت لا تسمع جيدا. فو ديت، أنت تقول، هتقول، لأن أنا عندي ألم في أذني. جمال او زغي، انما هنا بارل اهوت فوا، يعني تحدث بصوت مرتفع. وهنا لدي الم في عيوني، وهنا انا ذاهب الى الطبيب. فودموندي ان كوبا، انت بتسال صديق، دي كوا السوفر، مما هو يعاني. الفودي هو هيقول لك هيعاني من ايه. جتري مال على تيت، انا عندي الم شديد في راسي. ان كوبا فو دوموند بوركوا، صديق يسالك لماذا. فو اوفري لا فينتر، انت بتفتح الشباك. فو ديت، انت هتقول هنفتح الشباك عشان جي شو، انا حران. رقم 4، فوتري بوتي فرير فو دوموند، اخوك الصغير بيسالك دي كوا فو زافي بير، مما انت خائف. فو ديت، انت هتقول، هتقول ايه؟ جبير دي زاريني، يعني انا خائف من العناق، من العناكب. فود موندي افوترامي، انت بتسال صديقك سونيتا دي سونتي، يعني حالته الصحيه. فوديت، انت هتقول، بنسال عن حد، بنسال عن الحاله الصحيه لحد، هنقول له ايه؟ كومو سا فا، من سنه اولى. الكومون سا فا دي من سنه اولى. فودر كوبا اعمال على استوما، يعني صديقك لديه الم في معدته. ال دي هو هيقول، هيقول ايه؟ جوني با اون في دو مانجي، ليس لدي رغبه الى الاكل. جوني با اون في افوار اون في دي، يعني لديه رغبه الى. فوزافي دي لا فيفر، انت لديك حمى او سخونيه. فوتر كوبا فو دي، صديقك هيقول لك ايه؟ صديقك هيقول لك فا فوار ان ميديسا، يعني اذهب لرؤيه الطبيب او لاستشاره الطبيب. فودموندي ان كوبا، انت بتسال صديقك بوركوا، لماذا. الى بير دي لا مير، هو بيخاف من البحر. ال دي هو هيقول بارسكو جون سي با ناجي، لاني لا اعرف ان اعوم. ان كوبا فودموند، صديق يسالك بوركوا فو ني ريغاردي با سو فيلم، لماذا انت لا تشاهد هذا الفيلم. فوديت، انت هتقول، هتقول جي، هتقول ايه؟ جيبير دي مونستر، انا بخاف من الوحوش. فوتر كوزان ني فا با بيان، يعني عم ابن عمك ليس بصحة جيدة. فول ويديت، انت هتقول له ايه؟ هتقول له كالي تون بروبليم، انت عندك ايه او ما هي مشكلتك. المجموعة التانية يا شباب، اول موقف بيقول فوتر بير اشو، يعني والدك يكون حران. الفودي هو هيقول لك ايه؟ مي لا كليميتازاسيون، يعني شغل التكييف. ان كوبا فو دوموند، صديق يسالك بوركوا، لماذا. فو شونجي دي شوسير، انت بتغير الحذاء. فو ديت، انت هتقول له سي مي في مال او بيي، يعني هذا يؤلم قدمي. ان كوبا فو دوموند، صديق يسالك بوركوا، لماذا. فو ني فولي با ريستي دان لو جاردان، لماذا انت لا تريد ان تظل او تبقى في الحديقه. فو ديت، انت هتقول انا خايف من العناكب. جي بير دي زاريني. رقم 4، فوتر كوبا امال او جومب، صديقك لديه الم في ساقيه. فو ديت، انت هتقول له، هتقول له ايه؟
هتقول له نيمارش بابوكو، لا تمشي كثيرا، لا تمشي كثيرا. فوترامي فو دوموند، صديقك يسألك بوركوا، لماذا فو متي امبيل، انت ترتدي متي امبيل بلوفر، ترتدي بلوفر وديت، انت هتقول جي فغوا، انا بردان. فو دوموندي ا فوتر مير، انت بتسأل والدتك بوركوا، لماذا، البرون ان اسبرين، هي واخدة حباية اسبرين، ال دي هي هتقول ايه، جي مال على تيت، عندي صداع. الموقف السابع، فوتر امي فو دوموند، صديقك يسألك كيل بارتي دي كور، اي جزء من الجسم، اون يوتيليز، نحن نستخدم بور اكرير لكي نكتب، فوديت، انت هتقول، هنكتب بايه، لا مان دروات اون جنرال، يعني اليد اليمنى، اليد اليمنى عامة، اون جنرال يعني بصفة عامة او عامة. بور اكسبريمي فوتر تولير فيزيك، لكي تعبر عن الالم البدني بتاعك، فوديت، انت هتقول جي مال على جورج، انا عندي الم في الحلق. رقم 9، فوزيت على ليبراري، انت تكون في مكتبة بيع الكتب، لو ليبرير بائع الكتب، فوديت، انت فوديت هيقول لك ايه، هيقول لك ديزولي جوني بلي سيرما، يعني لم يعد لدي هذه الرواية، معذرة لم يعد لدي هذه الرواية. فودرامي دي لا ادي لا فيفر، يعني صديقك عنده سخونية او حمى، ال دي هو هيقول، هيقول ايه، جي تري شو، انا سخن جدا او انا حران جدا. فودرامي فو دوموند بوركوا، صديقك بيسألك لماذا، فو ني بريني با دو جلاس، لماذا انت لا تتناول جيلاتي، فوديت، انت هتقول جي مال اوندو، انا عندي الم في اسناني. لو ميديسان فو دوموند، الطبيب بيسألك كالي فوتر بروبليم، ما هي مشكلتك، فو لويديت، انت هتقول له، هتقول له ايه، جي مال اوزوغي، انا عندي الم في اذني. التالت، فو نت با اون فورم، انت لا تكون في الفورمه، فوديت، انت هتقول، هتقول ايه، جي سوي فاتيجي، انا مرهق. لو ميديسان فو دوموند، الطبيب يسألك سكو فو زافي، ماذا لديك، فوديت، انت هتقول، الطبيب بيسألني يبقى جي مال اوندو، انا عندي الم في ظهري. تو دوموند عن كوبا، انت بتسأل صديق بوركوا، لماذا، لا مال او جومب، هو لديه الم في ساقيه، ال دي هو هيقول جي في بوكو دي فيلو، انا مارست كثيرا ركوب الدراجات. الموقف السادس، تو اكسبليك اتونامي، انت تشرح، اكسبليك يعني يشرح لصديقك، لا ريزو يعني سبب تعبك، تو دي، انت هتقول، هتقول ايه، بارسكو جي بوكو ترافايي، انا اشتغلت كثيرا. تو ديكري، انت تصف، تونيمير مزاجك، تو دي، انت هتقول جي سوي كونتو، انا سعيد. اسئله الجرامير يا شباب، اول حاجه عندي جي مال نو ادفونتر، طبعا هنا حرف الجر بيفرق معايا في الكلمه اللي بعده، سواء مذكر سواء مؤنث، مفرد جمع، هتفرق معايا. هنا جي مال فونتر، كلمه فونتر يعني بطن، والكلمه ديت مذكر في اللغه الفرنسيه، فتاخد جي مال اون فونتر. نو زافو مال ا لا تيت، مون فرير ا مال ا لا ما، مؤنث، سمير في بوكو دي فيلو الا مال او جامب، جمع، هنا اوري هتبقى ا الابوستروف، عشان هنا كلمه مفرد مبدوع به متحرك. رقم 7، نوزافو بوكو مارشي، احنا مشينا كتير، نوزافو مال او بي ا او اكس، عشان هنا كلمه جمع، مون ما جراند مير ا مال اليبول، عشان بتبدا بحرف متحرك ومفرد، مون بير ا مال اوزيو، في العينين، الى مال، الى مال او ني، ني يعني انف، وكلمة مذكر، فوزافي مال او دون، جمع يبقى ا او اكس. المجموعة التانية يا شباب، سي فوزافي فوا، هنا بقى على قاعدة سي يا شباب، زي ما احنا اتعلمنا في فيديو الشرح، سي مضارع امر، يبقى انا هاخد ايه، امر، عايز امر مع ايه، مع الفو، امر مع الفو مع فيرب متر هيبقى متي، هنا برضو عايز امر مع فيرب بارتير، ده في الفعل في المصدر، عايز اجيب بين دول امر اصرف مع التو، فيرب بارتير مع التو بيبقى اخره اس. سي تي اف هو سي تي اي سواف، لو انت عطشان بوا اشرب، بيبقى اخره اس. سي تي اي مالاد،
va chez le médecin يعني روح للطبيب. va verb aller مع tu يبقى اخره s وبنشيل ال s مع verb aller تبقى va بس. si vous avez le temps لو انت عندك وقت regarde ce film شاهد هذا التلفزيون هذا الفيلم regarde هنشيل منه ال s مع ال t. si tu as mal à la tête لو انت عندك صداع not in sprain bron يبقى bron اخرها s verb مجموعة ثالثة. si tu as chaud لو انت حران not ton boule ايه هنا بقى تون بول هناخد ايه هنا امر مع التو يبقى هتبقى اون ليف اون ليف بدون اس لان ده فيرب مجموعه اولى بنشيل منه الاس مع التو. سي تو نوات فوا سي تو نوات فوا تو ا تو ا مع فوا يبقى على طول هناخد فيرب افوار متصرف مع التو. سي فو سي فو فولي اريفي فيت لو انتم تريدون ان تاتوا بسرعة او ان توصلوا بسرعة ايه ان تاكسي هنا صور في الفعل مع الفو في الامر هتبقى بريني. سي تي فوتي ريلاكسي لو انت عايز تسترخي في دي يوجا العب يوجا اصرف مع التو هتبقى في. السؤال 11 سي فو زافي مال اودون لو انت عندك في الم في اسنانك ني نوات با دي جلاس لا تاكل جيلاتي هصرف مع الفو يبقى مونجي. اير نو الوبيتال اير يعني مساء بتعبر عن الماضي يبقى الجملة اللي هتيجي هنا لازم تكون في الماضي. عايز اقول احنا كنا في المستشفى يبقى كنا ديت بتاخد فيرب اتر بارتيسيب بس بتاعه اتي نو زافو اتي. اير برضو جي مع الجو هتبقى جي مي سوي كوشي اللي هي التالتة. اير برضو ماضي مون فرير افي افي الماضي يا شباب على طول كده فيرب اتر او افوار متصرف كفعل مساعد في المضارع زائد البارتيسيب بس بتاع الفعل عشان ارتاح خالص. اير برضه اهو ماضي ادور على فيرب اتر كفعل مساعد او افوار والبارتيسيب بس هل ده فعل هل الاختيارات اللي هنا فيها اتر او افوار كفعل مساعد اه فين اهي التانية يبقى هي على طول انا مغمض ده ما فيش حاجة تانية فيها فعل مساعد. منى جولي نوت اير اوكليب فير ديزير هنا منى جولي نوت اير اوكليب خلي بالك هنا من قاعدة مهمة جدا ايه هي انما يكون عندي فيرب افوار كفعل مساعد تمام وجاي معاه ضمير مفعول مباشر والضمير جاي قبل المفعول المباشر هنا بياخد المرتسيب بس بتاعه بياخد تبعية ازاي احنا قلنا قبل كده ان التبعيه بتبقى مع اتر. طيب في قاعده تانية بتقول ان التبعيه برضو بتيجي مع افوار لو جه مع ضمير مفعول لو جه مع ضمير مفعول والضمير المفعول جاي قبل ال قبل الايه قبل الفعل المساعد افوار يبقى افوار بيجي معاه تبعيه في حاله وجود ضمير مفعول مباشر. طيب الضمير المفعول المباشر هنا الابوستروف عايد على مين؟ عايد على منى تمام. جولي في اير انا شفتها امبارح. طيب هنا جو ديت انا هل هاخد على التبعيه على جو ولا على منى؟ منى هنا مفعول هنا هنا مفعول الضمير او البارتيسيب بس مع المساعد افوار بياخد تبعيه على حسب المفعول يعني جولي في هتاخد في اخرها او عشان كلمة منى مؤنث وهنا الابوستروف عايدة على منى فهي هنا مؤنث فتاخد او مع البارتيسيب بس مع المساعد افوار في حالة وجود ضمير مفعول. ارجو ان تكون المعلومة ديت وصلت بطريقة سليمة. تو نوت ا لايبراري اير تو اير يعني مساء يبقى على طول اتر او افوار زائد البارتيسيب بس التو اتر بيبقى معاه ايه يبقى ايه فيني. نو نوت نوتر ميزو اير متى برضه هنا اير يعني ماضي ومع النو هتبقى افو رونجي. مون فرير نوت مال اوفونتر مال اوفونتر لديه الم في بطنه هنقول ايه ايه ما تجيش مع الا مع مون فرير مون فرير دي بتساوي ال ال طيب ال ال دي فيرب افوار بيكون متصرف معاها ايه بيبقى اه تمام. ايه اللي عندي بقى هنا اه في عندي هنا ديت وعندي دي
طيب انا عايز اقول كان عنده الم في بطنه، افوار مال ولا اتر مال؟ لا افوار مال، يبقى او. السؤال التاسع يا شباب، كالروماتو نوت اير، يبقى اي رواية انت قرأت بالامس؟ تو الي بيير روبرتسون على الريد بيس سون نوت دي سون دي بيير، دول اتنين مذكر يبقى جمع مذكر مع فيرب اتر هياخد تبعية اس، يبقى دي سون دي اخرها اس. اير سوار امبارح بالليل فريدريك اليكس اتنين همت نوت بوكو اف نوت بوكو، يبقى الاتنين دول هيتعاملوا معاملة ال افيك اس، يبقى هصرف اون مونجي، كلوا كثيرا. المجموعة الرابعة يا شباب نوت اي فوت بروبليم، كلمة بروبليم يعني مشكلة، بس هي كلمة مذكر في اللغة الفرنسية فهتاخد كل. مامير اي استرسي مفرد مؤنث، جي مال اون دو جمع، نوزالو اليكول بيس، كلمة بيس مسبوقة بمحدد لو يبقى بار بيس، بار لو بيس. سا كوت كومبيا، سا كوت كومبيا متصرفة مع ال عشان سا ضمير بيعامل معاملة ال. رقم ستة يا شباب الفاشي لو دنتيست، هو يذهب الى الطبيب، وي ال نوت فا، قلنا قبل كده شي لو دنتيست بتعبر عن مكان، يعني هنا هنحط اجريك. سور نوت ترول لو ترا، سور كوا على ماذا يسير القطار؟ نو بير دي لافيو، نو زافو بير، نحن خايفين من الطائرة. اير يعني ماضي، مونامي ايه صديقتي، خلي بالك انا حاطط لك او في الاخر يعني هي مؤنث، مونامي ايه بغتي هتاخد تبعية او. جو نبرون نحن لا نركب المركب، لا نركب او لا نركب اه لا نركب المركب، يبقى جو نبرون جامي، نحن لا نركب المركب ابدا. تمام. رقم 11 مويا، كلمة مفرد مذكر هتاخد كل. مسيو لا تروازيام ريمي اجوش، عين جملة أمرية آخرها علامة تعجب وفي هنا فصلة بعد المنادى هوت، مسيو سيدي خذ تالت شارع على الشمال، يبقى صرف مع الفو أمر مع الفو من الاحترام، يبقى بريني. مومبير إيم بروندر، أبي يحب أن يركب نوت مترو بورالي، يبقى لو مترو بروندر مع وسائل المواصلات بياخد أداة أو بياخد المحدد، يبقى هنا المحدد اللي ينفع مع يمين لو. فو بوفي نوت إيدي، انت تستطيع تساعد، يبقى انت تستطيع ايه؟ تساعدني. طب فين تساعدني؟ اما ابصرف مي ايدي. طب ينفع انت تستطيع تساعدك؟ ما تجيش. يساعدكم؟ لا. يساعدهم؟ ما تجيش لير برضو هنا، ما فيش، ما تنفعش هنا. تمام. المفروض هنا اما ابصرف، يبقى انت تستطيع تساعدني اما ابصرف. جمال ليه انا احب الذهاب سكيت بارك، سكيت بارت ديت كلمة مفرد مذكر هتاخد او. ال ني جو با نوات فيولون، هنا فيرب جوي مع الأداة الموسيقية بياخد حرف الجر دو وبيتأثرش بالنفي، دي كلمة مذكر هتاخد ديو. رقم ستة يا شباب سا مي نوات مال، وجايب لي فيرب فير، سا ده كأنه ال ال بالظبط، تمام، صرف الفيرب كأنه مع ال ال بالظبط، يبقى ال في. جاشيت نوات نوفو فيتمون، هنا ملابس جديدة وهنا صفة جمع وبعدها اسم جمع، وعلى طول ديت بتاخد دي او. تمام. صفة جمع وبعدها اسم جمع تاخد دي او، ما تاخدش دي او اس، ودي مهمة جدا يا شباب. الافيك اس يبقى فين اخرها او ان تي. ما فيل اي نوت انيمي اون اتي، مدينتي تكون حيوية جدا في الصيف، هتبقى ديت انيمي ديت صفة، احنا قلنا مع الصفات بناخد تري، ما ينفعش اخد هنا بكو، تري بكو لو جاي بعدها اسم، انما دي صفه اخد تري. جينيفو بارلي ا، انا لا اريد ان اتكلم مع شخص، بيرسون ني بيرسون. نوزيكو تو لي كونساي دي نوت ميديسان دي نوتر ميديسان، اير مساء يبقى ماضي، ماري بنت، اي نوت بوليو يبقى بغتي، السيسون هتبقى كومو، كيف انت كيف هي تشعر. مامير امال اوكو اوكو اون فاكونس، في الاجازات. نوزالو نوات نوتر اونكل، نوزالو
شي ده من عاقل، يبقى ناخد حرف الجر شي مع فيرب الي. افيك كي تي فا على باتينوار، مع من؟ افيك كي يعني مع من، انت تذهب الى صالة التزلج. هنقول ايه؟ عايزين نجيب هنا ضمير يحل محل كلمة على باتينوار، ده مكان مسبوب حرف الجر اه، يبقى على طول اجريك جي في، انا بروح هناك افيك مونامي مع صديق. لا فينتر جي فروا، عايزين نقول ايه بقى هنا؟ اغلق الشباك، انا بردان، يبقى فيرم. فيرم هشيل منها الاس عشان ده فعل مجموعة اولى. الايطالي او ماجازادي فيتمو، هو ذهب الى محل الملابس. وي ال ايطالي، هو ذهب هناك، مكان ده ماجازادي فيتمو ده كله مكان كده، هيتشال ويتحط مكانه الضمير اجريك لانه بيعبر عن مكان. جوني نوت في اير، جوني جوني ريان في جوني، انا لم افعل شيء بالامس، يبقى اير ريان جو ني ريان في اير. الا بير دي فواياجي، هو بيخاف من السفر. افيو، هنا كلمه افيو هتبقى اون افيو، ليه؟ مفيش قبلها محدد، تمام، وهي وسيله مواصلات بنركب جواها تبقى اون. فوفيني، قال له دي باريس، يبقى من باريس. فوفيني يعني انت جاي، قال له من باريس، يبقى من اين، يبقى دو دو فوفيني، من اين انت جاي، قال له دو باريس يعني من باريس. ماسير امال الاستوما، اختي لديها الم في المعده. الى مونجي بوكو دي جاتو، عيبة لانها كلت كثيرا من الجاتو، فين لان هنا تبقى بارسيكيل. المجموعة السابعة يا شباب، نوات تو بورت دي لينيت نوار، انت ترتدي نظارات او نظارة سوداء. هنا تاخد ايه؟ هنا بوركوا يعني لماذا، انما كو يعني ماذا، وكي يعني من، وكيل يعني ما او اي، هو بيجيش بعدها ضمير. نوات سافا، يبقى كومو سافا. سوار سوسوار، هذا المساء. مصير اعمال اودو، لبنان ال مونج بكوت، هنا احد المأكولات والمشروبات، مع فعل يأكل او يشرب بياخد اون. كومو تو، تو يبقى تو سو، تو سو مع تو. السابع يا شباب، بوركوا تو نو دي موفيز مير، تو اتر دي موفيز مير، واتر مع تو بيبقى او اس. سي تو اعمال او فونتر، لو انت عندك في الم في بطنك. نوت الوبيتال، اذهب الى المستشفى، وهنا اصرف مع تو، عايز اجيب هنا امر مع تو بيبقى فا. الفيشو، الجو بارد. لا كليميتيزاسيون سيلفو بلي، التكييف لو سمحت حضرتك، هنا مع الفو، يبقى هنا هعمل امر مع الفو يبقى ميتي. اونابير، احنا خايفين من الامتحان، يبقى دولك زمع. انو، كلمة اورير مؤنث، تاخد كل اورير. المجموعة الثامنة يا شباب، نوت افيفو مال، يبقى او اين انت لديك الم. تو دي بليس، تو تي دي بلاس اون فيل، انت تتنقل في المدينة. كومو، كيف. السونطالي على كومباني، هم ذهبوا الى الريف، هتبقى كوند، كوند يعني متى. فوزالي على كول، انت ذهبتم، انتم ذهبتم الى المدرسة، انتم تذهبون الى المدرسة، هتبقى ايه؟ اين ولا من ولا ماذا ولا كيف. كيف. تو انكيت بوركوا، لماذا انت تكون قلقان. فوزا في دي جيني اير، انت تغديتو امبارح، يبقى اين يعني او. السؤال السابع يا شباب، نوات تون فرير بريفير لوترا، يعني اخوك بيفضل القطار. هنقول بوركوا، لماذا. في لي كورس شيك سومين، يفعل او يتسوق كل اسبوع. هنا بنسأل عن الفاعل بتاع الجملة، يبقى كي يعني من يتسوق. اي فوتر مويان دي ترانسبور بريفيري، وسيله المواصلات المفضله لديك. كلمه مويا كلمه مفرد مذكر، فناخد كلمه مفرد مذكر. شي نوا تو فا، عند مين انت تذهب، بيبقى شيكي. اكل اير، كلمه اير كلمه مفرد مؤنث من سنه اولى، بتاخد كلمه مؤنث. المجموعه اللي بعد كده يا شباب، جون برون دي لاسبرين بارسكي لا مال على تيت. الى مال او وانتر، il doit aller chez le médecin. oui il doit y aller. je suis malade, j'ai mal au ventre. mon ami est malade, il a mal aux yeux. حرف الجر مع ادوات مع اجزاء الجسم. il a mal aux dents. souffrez vous madame، يبقى
دي كوا مما انت تعاني يا مدام؟ قالت له ما تطمي في مال راسي تؤلمني. وبكده الحمد لله يا شباب خلصنا تمارين الدرس الثالث من الوحده الرابعه وخلصنا المنهج كله ولله الحمد. اتمنى ان تكونوا استفدتم يا شباب، وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.